طيب الأسد واضح إن ظروفه المادية مش حلوة الفترة دي، أنا حاسة الطاقة واصلالي إنه كل أرقه وكل توتر اللي عنده بسبب الحالة المادية. هو يعني ماسك على اللي معاه دلوقتي، مش عارف يعمل إيه، خايف قوي من بكرة. طيب خلينا نشوف، أنا هبتدي بالسلبي الأول. الأسد عنده اضطرابات في النوم، بيصحى مزعوج، يمكن بيشوف أحلام مش كويسة، بس كل ده ناجم عن توتر هو يعني شايله جواه، فحرام بيطلع لكم وقت النوم، فبتحسوا بتقوموا مخضوضين شوية، أو ممكن بتشوفوا أحلام مش كويسة. ومع ذلك ومخلي الموضوع ده طبعا مؤثر على النوم، فأنتوا محتاجين لراحة، مش بتناموا كويس، يعني تناموا وتصحوا تعبانين لأن مخكم شغال حتى وقت النوم. ربنا يعينكم، حاجة صعبة بس بإذن الله في حاجات حلوة جدا جاية. عندنا نايت اوف بنتكلز اهو، عندك برضو روح مصابرة، وهو الأسد معروف بالموضوع ده، ما بيهداش غير لما بينفذ اللي في دماغه. شخص طبعا عنده كرامة وشخص يعتمد عليه زي ما قلت لكم، والموضوع ده زايد الفترة دي. الأسد شايل مسؤولية كويس، متحمل مسؤوليات وأعباء كتير، تعبان، فمحتاج راحة. بليز يا أسود، حاولوا أي وقت بالنسبة لكم تقدروا ترتاحوا وتناموا فيه استغلوه كويس جدا. طيب زي ما قلت لكم، خايف، من ياخد أي خطوة، يعني زي ما تقولوا في مرحلة فريز، يعني مش عارف ياخد خطوة خالص، واقف مكانه محلك سر، مش عارف ياخد خطوة، وخايف زي ما قلت لكم على الفلوس اللي معاه، مش عايز يطيرها. في حالة انسحاب شوية، بس الانسحاب ده حصل بعد خسارة، في خسارة حصلت، إما خسر شخص، خسر مبلغ مالي، خسر شيء، فهو في حالة انسحاب وحالة تفكير عميق، بيفكر بعمق كويس. في نجاح عندك يا أسد، يعني ما ضاقت إلا لما إن شاء الله فرجت، مش من الناحية المالية، الناحية المالية مش شايفة فيها تطور الشهر ده، بس يمكن يمكن تتحسن مع الوقت، بس في عندك نجاح. بمعنى اللي شغال على حاجة، شغال على مشروع، شغال على حاجة في شغله، هيتمها بأكمل وجه، والناس يعني هتدعمه وهتهنيه وتقول له جود جوب، برافو عليك. وفي هنا احتفال، الناس اللي لسه ما ارتبطوش ممكن يكونوا هنا بيتموا خطوبة أو بيتموا جواز. أوكي؟ حتى لو الجواز ده كان في عقبات في الأول، إن شاء الله يعني الجواز ده هيتم. أو ده بريك، راحة، يعني تكافئ نفسك على النجاح اللي أنت عملته ده يا أسد، ترتاح شوية، خد أجازة، اطلع أي مكان، إن شاء الله حتى اليوم، إن شاء الله تطلع تتفسح. خد أجازة، احتفل بالنجاح اللي أنت حققته ده. الحالة العاطفية شكلها كويسة، شكلك مرتاح، يعني ما فيش عندك مشاكل، الحالة مستقرة الحمد لله، ما فيهاش أزمة خالص. هي مش بطالة، يعني حاول التوتر اللي عندك ده يا أسد تفصله عن حياتك الجسدية، بمعنى داخل تنام خلاص، صفي ذهنك خالص وادخل نام علشان تاخد الاستفادة بتاعت النوم بتاعتك، لأن أنت ابتديت يحصل عندك إرهاق، لأنك بتنام كأنك ما نمتش، بتفكر وأنت نايم. طيب هدي الدنيا كده، إن شاء الله الدنيا هتظبط، في نجاح إن شاء الله، في احتفال اما بنجاحك ده او ان انت بتتم ارتباط رسمي ان شاء الله، حاجه حلوه قوي. الماده ما تقلقش منها، ولو الخساره دي خساره ماديه ولا تفتكر، ان شاء الله ربنا هيعوضك على طول، معلش ان شاء الله خير. انت في حاله تفكير زي ما قلت لك، تفكير عميق، وبتفكر ازاي تعوض بسرعه، ان شاء الله هتعرف. تعالوا نشوف الحاله العاطفيه اخبارها ايه. نوني حاضر من عينيا حبيبتي، هخلص بس قرايه الاسد وهنسحب كارت ليكوا كلكوا، او اللي اقدر يعني عليه. ميرسي يا رامي، بشكرك. الجدي هنعمل تصويت يا اسماء، وهنشوف ان شاء الله الجدي امتى، ان شاء الله قريب جدا. اوكي، يعني كنت شفت من الاول.
طب بصي يا صافي، لو فاتتك الجزء الاولاني انا لسه بادية حالا، ممكن تشوفيه مسجل في الصفحة. انا دلوقتي لسه في المرحلة الاولى، هشوف دلوقتي العلاقة العاطفية بتاعت الاسد. اوكي، دي قراية المجموعة الاولى يا هدية. تمام، بشكرك يا محمد. حاضر يا ابو ياقوت، هسحب لك كارت. حاضر، صح كلامك. خوف؟ لا، ليه؟ ليه؟ لو اللي انا قلته ده حقيقي فانا بنقل لك واقع انت عايشه دلوقتي حالا. فاللي بقوله لك اهدى. جوجو كلام صح 100%. بشكرك، بقول لك ان شاء الله عندك نجاح جاي، ما تخافش من حاجه، وحاول تفصل قلقك عن نومك وعن حياتك البدنيه، فاهم قصدي؟ عشان جسمك ما يتاثرش. اتكلم عليا بالظبط. اوكي يا محمد، اوكي. والله افتكرتك اجنبيه، والله هو في كده ممكن. اوكي اسلام، بشكرك، بس يا ريت ايه نحافظ على احترامنا لبعض في اللايف عشان ما يتعملكش بان. بشكرك محمد. اوكي اكزاكتومون، ميرسي يا مونيا. اوكي، نشوف الحالة العاطفية المجموعة دي. اوبا، ما شاء الله. طيب الأسد عايز ايه؟ الأسد انتظر العلاقة دي أو إتمام العلاقة دي لفترة طويلة جدا، كويس؟ نفسه تتم بقى، ده حاجة هو اشتغل عليها بقاله فترة ونفسه يوصل لنتيجة مرضية، حقه. نفسه ما يبانش ضعفه، هو حاسس إن هو ضعيف في العلاقة دي، ودي مش عادة الأسد، فعمال يكابر ومبين نفسه إن هو يعني تمام، بس هو مهزوز جامد. العلاقة القراية تنطبق على المتجوزين كمان، يعني المتجوزين شايفين يعني نفسهم يجنوا ثمار العلاقة دي أو الجواز ده، ونفسهم يبانوا إن هما مش فارق لهم وإن هما أقوياء جدا. شايف شريكه إزاي؟ شايف شريكه ده هانج مان، صابر أو منتظر شيء. أوكي؟ شريكك بقى، بصوا الاسد طلع له فين. نفسه يروضك، نفسه يروضك، اهو الاسد بعينه واقف قدامه ونفسه يروضك، نفسه يعرف ازاي يتحكم فيه ويسيطر عليه. نفسه في ايه كمان اللي لسه ما ارتبطوش؟ نفسه يبتدي معاك عيله. اللي ارتبطوا نفسه العيله تبقى بالشكل ده، اب وام في مكان حلو ومستمتعين بوقتهم، ولادهم بيلعبوا وراهم، الصوره اللي هي الايديال للزواج السعيد. شايفك ازاي؟ شايفك مسيطر عليه. بصوا ده قائد العربه، هو اللي بيقود المسيره. تمام، قلنا الموضوع ده بالنسبه للبنات، يحاولوا البنات الاسد، انا عارفه ان ده طبعكم وانتم مولودين، بس حاولوا ما تبينهوش او حاولوا تخفوه شويه قدام الشريك بتاعك، لانه ما ينفعش ان انت تسيطري على العلاقه وتمشيها طول الوقت، فاهمين قصدي؟ هي صعبه شويه للاسد، البنت بتعاني شويه مع شريكها، بس الشريك شايفك مسيطره على العلاقه، والعكس برضو لو الاسد هو الرجل. يعني الطاقه ما بينكم حاجه يعني غريبه جدا، بس التفسير الوحيد ليها انه انتوا ادمنتوا بعض، يعني قضيتوا مع بعض مدة كافية انه ما تقدروش تبعدوا عن بعض خلاص، ادمنتوا بعض وواخدين العلاقة كده زي ما هي، مش فارق معاكوا بقى، يعني هو انت مسيطر عليه، ما مكبر دماغه، مش قادر يبعد عنك، ما يقدرش يبعد عنك او عنك، وخلاص هي كده، متقيدين بسلاسل زي ما انتوا شايفين كده، متقيدين بسلاسل لبعض، ما ينفعش تسيبوا بعض. حاجة حلوة قوي الشهر ده. العلاقة قوية بس هي فيها شوية ايه، يعني ما فيهاش مشاعر جامدة كده ودلع وحاجات كده، بس هي قوية.
العشرة ما شاء الله يعني واخدة دور جامد، ان علاقتكم ما شاء الله ما بتتكسرش، ما فيش حاجة بتأثر فيها. ارتباط اكتر الشهر اللي بعده، بس فيه بقى ايه، رومانسية شوية. لا فيه رومانسية كتير بجد والله، ما مركزة خالص يعني، مش مركزة انا بقول ايه، بس تشوفي بقى الموضوع ماشي معاكوا ازاي. كمان مدة صغيرة في حد هيقدم لحد حاجة، الشريك حد من الشركاء يعني، واحد حد هيقدم لحد حاجة، حاجة حلوة يعني، حاجة هو كان منتظرها وكان نفسه تتم. بنتكلم في غصون شهرين ان شاء الله، حاجة هو كان مستنيها، يمكن ده يكون الحاجة اللي كان الاسد مستنيها بقاله فترة ونفسه تتم على خير. القراية تحفة، انا اول يعني اشوف الكارت ده بالطاقة ما بينكم، انتوا ادمنتوا بعض يا جماعة، انتوا ما تعرفوش تستغنوا عن بعض ثانية. قراية حلوة قوي قوي للعلاقة العاطفية بجد، ما شاء الله عليكم، حاجة تحفة. اوكي تعالوا نشوف ايه الاخبار. العقرب امتى؟ نبيل العقرب لسه متقال قريب، هتلاقيه موجود في الصفحة، هو اللي على طول كسبنا. معلش 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 يعني، تلاقي بس هما اللي في الصفحة الجدي اكتر. معلش اسلام، انا كل يوم بقول برج واحد بس، النهارده الدور على الاسد. You are right. One zeros كتير قوي. Thanks يا منى. Thank you حبيبتي. وانا بحبك يا سلمى جدا. والله فعلا تمام يا ابو خالد. اوكي ايوه زي ما قال لكم راشد، الشير واللايك يا بناتي ويا ولاد. يلا برنسس. تمام تمام very nice. دي المجموعة الأولى يا هدير، اللي هي بتبتدي من 22 يونيو لحد 30 أو 31 يونيو، لو هو 31 يونيو يعني. عليا وخاتم سليمان. أوكي ماشي يا مروة، يعني كلنا مستنيين. الموضوع صعب جدا ليه؟ ده الموضوع جميل، أنا شايفة الموضوع حلو قوي. أوكي ما أنا بهرب. بتهربي من إيه يا نينا؟ إزيك يا نينا؟ حالا انا تجي لي كارت لان عندي مشاكل كتير في حياتي، تعبانه جدا. سلامتك يا صافي، هسحب لك يا حبيبتي كارت بعد ما بخلص القرايات. بنقعد بقى في اخر اللايف كده 10 دقايق نسحب كروت، قولي لي ايه الموضوع واسحب لك كارت. طيب يا هشام بشكرك على النصيحه، ويعني بليز خليها لك. انا جوزي هكا بعض. حبيبتي ربنا يخليكم لبعض. الفلوس يا محمد ما فيهاش تحسن الفترة دي، الشهر ده، الشهر ده أنا مش شايفة تحسن، والله أعلم، يا رب أكون غلطانة وربنا يرزقكم من واسع إن شاء الله، بس ما طلعليش الكارت ده. I'm sorry. أوكي. أوكي. هو ما بيرجعش ليه؟ هنشوف يا هدي في رجوع ولا لأ. على فكرة الكارت الأخير اللي قلت إنه حد إن هو بيقدم لشريكه حاجة، ده ممكن يكون رجوع لو كان حصل انفصال فعلا. بشكرك يا مريم، كذب النجوم وصلت فعلا. ميرسي يا دودو، ميرسي يا روح قلبي. حاجة مخوفاني هنتصر عليها. تمام حاضر يا مروة، كلمك صح. بشكرك يوسف حقيقي، ميرسي يا مامة لوجي. طيب خلينا نشوف بقى ايه المجموعة الثانية. المجموعة الثانية بتبتدي من 1 لحد 10 أغسطس. طيب المجموعة التانية إن شاء الله فيها تطور مادي، بس بعد شوية معاناة. أوكي طيب لنشوف. يا رب يلقط 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 خلاص. طيب الأسد إن شاء الله جايله إما مكافأة في عمله أو فلوس كان مستنيها، فلوس ورث، حد بيديله فلوس، حد كبير بيديله فلوس، اب ام تدي لاولادها، في فلوس جايه لك من حد، او حد ذو يعني
مقام عالي يعني بيدي لك مبلغ مالي. في باب رزق جديد او رزق من حيث لا تحتسب، حاجه ما كنتش عامل حسابك عليها، فلوس انت ما كنتش عامل حسابك عليها ان شاء الله جايه لك. بلاش اسميها فلوس، خلينا نقول رزق، والرزق ليه اشكال كتير، المهم انها حاجه جايه من عند ربنا وهتيجي في وقتها. كويس، وهنقول بقى الحمد لله وهنشكر ربنا وحاجه حلوه قوي. الحاله الماديه لسه طالعه نازله، مش مستقره زي ما انتم شايفين. خلي بالك من الصرف واعمل خطه وما تصرفش غير في الحاجات المهمه فقط. طيب، في صراع هنا داير، في حاله دفاع عن النفس، الاسد بيدافع عن نفسه في حاجه، حد بيتهمك بحاجه وانت بترفض تقول لا ما حصلش انا ما عملتش ده مثلا، او حاله منافسه شديده جدا. اوكي، الكارت ده نصيحته ليك، اثبت مكانك يا اسد، ويعني واكسب ارض، اكسب ارض ما تتراجعش، لو كسبت معركه كمل ما تتعبش وتقف، يعني هتكسبها ان شاء الله هتكسبها. في عندنا موت لشيء وولاده شيء جديد. موت لشيء مش موت شخص خالص خالص، مش شرط خالص انه يكون موت شخص، بس ده المفروض ده الموت جاي هيقضي على حاجه باي باي، بس في شمس طالعه وراها، يعني مجرد ما الحاجه دي هتموت الشمس هتطلع بعدها، في حاجه جديده هتظهر مكانها. الموت ده ممكن يكون موت معتقد، ممكن يكون موت فكر، موت عاطفه، في حاجه عندك هتروح ويحل محلها حاجه ثانيه، في عمليه تحول هتحصل. اثرها عليك هيكون انك عايز تبعد عن المشاكل كلها، هتبعد عنها وتديها ظهرك وتمشي. الكارت ده كمان ليه معنى انه في ناس بتعتمد عليك يا اسد، انه انت الامان ليها وانت اللي لازم توصلهم، تعدي بيهم لبر الامان، في مسؤوليه عليك، او انك انت زي ما قلت لك خلاص قررت تبعد عن المشاكل وتمشي، وشكلك مش هتمشي بس وتبعد، ده في سفر، انا شايفه انه في سفر، سفر طويل، هتبتدي حاجه جديده خالص. طيب، في تطور مادي ان شاء الله هيحصل، افتكر ده نتيجه السفر، ان انت هتعمل حاجه، شكلك هتعمل حاجه، هتعمل حاجه مختلفه، حاجه انت ما عملتهاش قبل كده، الحاجه دي هتخلي عندك الحاله الماديه تتطور وتنتعش. زي ما قلنا انت في حرب او في حاله دفاع عن النفس، زي ما قلت لك حالة تحول هينتج عنها ندم، هتبقى ندمان. افتكر انا عرفت ايه اللي هيموت، ثقتك في شخص معين، في شخص معين انت هتفقد الثقة فيه وهتنغمس في ذاتك، وهتبقى يعني حابب تاخد جنب ومش عايز يعني مش عايز تكلم حد ومش عايز تشارك حد همومك، ودي عادتك يا اسد، بتاخد جنب ما بتحبش تشارك حد همومك، ما بتحبش حد يشوف ضعفك يعني، فانت حاسس بخزي وحاسس ان انت اتغدر بيك. ماشي، سوري، بس ده اللي انا شفته، يا رب اكون غلطانه. بس الحاجه الحلوه بقى، الحاجات الحلوه خليني اعيدها عليكم، ان شاء الله في مبلغ مالي هيجي لنا، في رزق هيجي من ربنا، حاجه انت كنت مستنيها هتيجي في وقتها ان شاء الله. الحاله الماديه سو سو، بس مش كتير، هتتحسن وهتستقر، دي حالة استقرار أكتر منها حالة تطور، حالة استقرار مادي. كويس؟ في حرب دايرة، في عملية تحول هتحصل هينجم عنها زي ما تقول صدمة بسيطة كده، زعل، هتبقى مصدوم شوية، واخد جنب، بس هتقرر تبعد عن كل المشاكل دي، سبعة وتسعة.